كان في رسائل مهمة في كلمة الرئيس السيسي في هذه الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر وتحرير أرض سيناء، واللي النهاردة كان الوعد من الرئيس بتنمية كل مكان في أرض سيناء يصلح أن هو يعمر ويستمتد إليه أيادي التنمية. الرئيس جدد في هذا الإطار الشكر لأهالي سيناء، وأكد أن بالفعل كان ليهم دور كبير قبل 67 وبعد 67 في حرب الاستنزاف وحتى ملحمة العبور الكبير، ده كان دور كبير، والنهاردة الرئيس السيسي وجه لهم التحية والتقدير عليه. أنا عايز أقول للأهالي نفسينا، أنتوا كان لكم دور دايما كجزء من شعب مصر، كجزء من شعب مصر، أنتوا مصريين قبل 67 وبعد 67 وقبل 73 وبعد 73 وحتى الآن. يمكن الدولة المصرية ما قدرتش في وقت من الأوقات تعمل الواجب معكم، لكن احنا بنحاول ان احنا نشكركم ونرد جميل أهل سينا علينا كلنا، لأن صحيح أنتوا جزء من الشعب، ولكن يعني اللي قمتوا بيه في فترة من أقصى الفترات، وكتير مننا لازم يفهم يعني إيه ناس تعيش في كنف الاحتلال وتقوم بتقديم الدعم وتعرض حياتها وحياة أسرها لخطر حقيقي بهذا الدعم وتستمر فيه حتى تعود سينا إلى مصر وإلى أهلها. أقول إحنا تأخرنا في هذا الأمر، لكن عايز أقول إذا كنا تأخرنا 30 سنة فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى هنتجاوز المدة دي، وكأن سينا يتم تعميرها بقالها 30 سنة. صحيح. طيب ناخد صدى هذه الكلمات الحقيقة المشجعة والمهمة جدا من الرئيس السيسي، وناخد رأي الشيخ سليمان عيد أبو سمري المجاهد السيناوي الكبير. شيخ سليمان كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا باشا. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. شفتم إزاي وحضرتك شفت إزاي يعني هذه الكلمات بشكل مباشر من الرئيس إن شاء الله تعوض ال 30 سنة اللي فاتوا، وكأن التعمير بدأ من 30 سنة في سيناء؟ والله احنا يعني ان شاء الله امين في الرئيس خير، يعني لانه بصراحه ربنا عامل عندنا مشاريع جامعات وعامل عندنا مدن جديده وطرق جديده وحاجات حلوه كتير قوي، يعني ما كناش نفرح بيها ولا نحلم بيها يعني بصراحه ربنا. فان شاء الله باذن الله منتظرين خير على يد الرجل ده، الرجل ده رجل قدوم لولد لوطن ولا بلده، وان شاء الله باذن الله منتظرين خير كثير ان شاء الله. ان شاء الله. يعني بنشكر حضرتك وتحياتنا لجميع اهل سينا على التضحيات الكثير طبعا اللي قدموها ودورهم الوطن الكبير وكمان دورهم في هذه التنميه وفي مرحله التعمير. شكرا جزيلا الشيخ سليمان عيد ابو سمري المجاهد السيناوي الكبير، شكرا جزيلا لحضرتك.